الحقيقه ما اسعد جماهير النادي الاهلي النهارده تاهل فريق كره القدم الى نهائي الى قبل نهائي بطوله افريقيا وفوز الماسترز ماسترز الكره الطائره ببطوله الدوري والعاده اللي دايما مستنيينها والحقيقه بننتظرها بعد كل فوز وهي تهنئه الكابتن محمود الخطيب للفريق بعد كل فوز. خلينا اتلوها على حضراتكم. الخطيب يهنئ رجال الطائره ببطوله الدوري. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئه للاعبي الفريق الاول لكره الطائره وجهازهم الفني والاداري والطبي بمناسبه الفوز ببطوله الدوري للمره الـ34. واشاد رئيس النادي بما قدمه اللاعبون من اداء مميز للغايه خلال مشوار البطوله واستعاده اللقب من جديد. وقال ان حصول الفريق على الدوري يعكس الروح والاصرار اللذين خاض بهما اللاعبين منافسات البطوله وما هو اسهم في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. وقدم رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي الوفية كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ والتي تقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. دي كانت تهنئة كابتن محمود الخطيب عقب الفوز. خلينا أقراها على حضراتكم مرة أخرى. الخطيب يهنئ رجال الطائرة ببطولة الدوري. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للمرة الـ34. وأشاد رئيس النادي بما قدمه اللاعبون من أداء مميز للغاية خلال مشوار البطولة واستعادة اللقب من جديد. وقال إن حصول الفريق على الدوري يعكس الروح والإصرار اللذين خاض بهما اللاعبون منافسات البطولة وهو ما أسهم في تحقيق الفوز في جميع المباريات والتتويج باللقب عن جدارة واستحقاق. وقدم رئيس النادي التهنئة لجماهير الأهلي الوفية كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ والتي تقف دائما خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات. وكالعادة يعني عادة يعني دائما بننتظرها وهي تهنئة كابتن محمود الخطيب. خلينا أقول لحضراتكم أن الفريق ده أشار كابتن محمود في التهنئة أن هذا الفريق لم يتلقى هزيمة هذا الموسم في بطولة الدوري، يعني هو فاز بطولة الدوري بدون ولا هزيمة، وأكيد ده نتيجة جهد وعرق وتعب ما جاش من فراغ. ويمكن كابتن منذ يعني عمل حالة من الإصرار، وكل بطولة بيلعب عليها إن شاء الله يفوز بيها كالعادة للماسترز.